تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا. أما بعد، ودون دمه توتشي أباتنا توتشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورعشن يتكبروا يا رمضان ور يتتنقق يقينيال ጓዙ ሊተቀልል ጥቂት ቀናቶች ብቻ ናቸው የሚቀሩት። ካለፈው ይልቅ የቀሩት ቀናቶች በጣም እጅግ አናሳ ናቸው። ፈድራቸው ትሩፋታቸው ግን በውስጣቸው ያዘሉት ለይለተል ቀድርንም ስለሆነ በጣም ከባድና ይላቁ ናቸው። ከኛ መሃል በመልካም ያሳለፈ በርትቶ የጠነከረ አላህን ሊያመሰግንና አላህ عز وجل እንዲቀበለው ሊማጸን ይገባል። ምክንያቱም انما يتقبل الله من المتقين لا الله يميقبله وسن كم يفرو سوچ نهونا كنيا محل دغمو چلا ياله يتسانفه يا گودله كاله ابزانيوچاچن اندزي منهونبت اغاطام يسفاناونا ود الله مزصت توبت ما درك ياسفلغال لالفو دكمتاچن يا الله تقبلن يقربلن مالتي نوربنال فالعذر قبل الموت مقبول كموت بفيت عذر اقربو ماكاكاشا مفلغ ተቀባይነት አለ። የቀሩትንም ቀናቶች የበለጠ መጣር መመከር ይኖርብናል። ታዲያ ወሩ እንደ ተጠናቀቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጾም ጋር ያይዞ የደነገገው ነገር አለ። ዘካተ الفطرን የዒድ ቀን ከሰላት ከዒድ ሰላት በፊት መስጠት። በነዚህ በዚህ ትምህርታችን ላይ ኢንሻአላህ የምንቃኘው የሚሆነው ዘካተ الفطر ፍርዱ ቢዩን ምንድነው حكمتها طببو يتنققبت مستر من دنو ميستاو اسك من دنو اندزيهم دنمو متانون بتملكتا متشينو قديتامي هونو لما نوس ميستاو مستات ميتبك بنديتنو بوتاوس من لينو من ناس عرفو يميلون انقان يالن حكمون بتملكتا قديتانو بمسلمو تلاي قديتانو نبي عليه الصلاة والسلام يوبا الله تزاز بأك الله باقين يتعزاز بمنسات قدية تعدر قوتال بمسلمون هاي هلو ياندان دون مسلم بتناتل بنفس وكف يمي ملكتنا الله سبحانه وتعالى ملكتين يانا صلى الله عليه وسلم ان نتعزز الزنال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ملكتين يانا يتعزز برقد اما الله انتعزوال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إلى انبي بلو جربا ميساتو تندقمو الله سبحانه وتعالى من إلال بالنسو لا يتتبع باكي على رقنهم إلال واقعد توني أقين يالو. المهم فرض النتو انديتنو كتبالة بخارينا مسلم مزقبو تحديث لاي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إلال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر عند صاع تمر ويمدمو قبس قدي تعدر قوال لنو بما لا على العبد ببارنث كمبروست يالهن والحر كبارنث نزعي هنا والذكر ما نن يوم وند والأنثى سيتوتشن والصغير هزعاناتن والكبير تلالك صوتشن من ملكتها المسلم يهونتن. إذن يميز أمم የማይጾም ጾም ግዴታ የሆነባቸው ይሁን የማይሆንባቸው ሙስሊሞችን ይመለከታል። ግዴታ የማይሆንባቸው ምንላ ህፃናትን ለምሳሌ ማለት ነው። በዑዝር ምክንያት የማይጾሙ አዛውንቶች በሽተኞች ሆነው ከመጾም ይልቅ ምስኪን በአብላት ላይ ብቻ የተገደቡ እነሱንም ይመለከታል። እንግዲህ ጾመኛ ቢሆንም ባይሆንም ማንኛውም ሙስሊም ትንሽም ትልቅም ሴትም ወንድም يعني ባሪያም ከባርነት ነፃ ይሆንም ቢሆን ሁሉንም ይመለከታል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደንግገዋል። ጽንስን በተመለከተ ማህፀን ውስጥ ያለ ልጅ በተመለከተ ግዴታ አይሆንም الا يتطوع بها فلا باس ይላሉ። እንደ ሱናነት ቢሰጥ ችግር የለውም አለ ልጅ ብሎ አሚሩል ሙእሚኒን ዑስማን ኢብኑ አፋን رضي الله عنه
ጽንሰል በተመለከተ ያወጣ ነበርና ነው ለጽንስም ሰራይ ብለው ቆጥሮ ያወጣ ነበር ይሄ መልካም ተግባርና ሱና ነውና እንግዲህ አንድ ሰው ማውጣት የሚገባው ለነማን ነው ወይ ማንን የማንን መሸፈን አለበት ከተባለ አንድ አባወራ ለራሱ ያወጣል እንደዚሁም ደግሞ ማስተዳደር ግዴታ ያለሆነበት ቤተሰቦች እሱ ነው የሚያወጣላቸው ማለት ነው ሚስትም ይሁን ዘመድም ይሁን ልጆቹንም ይሁን እሱ ነው የሚመለከተው እነሱ ማውጣት በራሳቸው ካልቻሉ ከቻሉ ጥሩ እሰዩ ሁሉም ራሱን ቢችል የተሻለና ካልተቻለ ግን የሚያስተዳድራቸው አካል ይመለከታዋል ነው ولا تجب الا على من وجدها فاضله زائده عما يحتاجه من نفقه يوم العيد طيب ما وطات يالبت من اين السونه كتباله يعيد قانون كنمشتو قلب ما غنيت يميشل سو يعيدون كن كنمشتو كنليلتو ممجب مبلات متطات يمياسجلو عقم يالو سون يملكتاوال يچالون ياكل زكاه الفطر ما وطات ينوربتان ብዙ ጊዜ ከሚቀርቡ ከሚነሱ ጥያቄዎች መካከል አቤት ውስጥ የሚያደሙን ሰራተኞች ይኖራሉ እነሱንስ በተመለከተ እንዴት ነው ከተባለ አስሉ እነሱን ነው የሚመለከተው ግን ቤተሰቦች ለነሱ ብለው ቢያወጡላቸው ጥሩ ነው يعني በረካና አጅር ይኖራዋል አጅር ላይ አጅር መጨመር ነው ካልሆነ ግን በቀጥታ የሚመለከተው እነሱ ነው መጠኑም ብዙ ስላልሆነ ማለት ነው እንግዲህ ማንንም ሰው አንድ ሳዕ ማውጣት ካልቻለ ያአቅሙን ያክል ያወጣል ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈተቁ الله ما استطعتم በማለት የተነሳ ነው ጥበቡ ምንድነው ምስጢሩ ምንድነው ከተባለ አንዱ ከተቀመጡት ምስጢሮች መካከል ለሚስኪኖች ለፉቀራዎች ለተቸገሩ ሰዎች የተቸገሩ ሰዎች ምርዳትና በእለቱ ከነመና እንዲቆጠቡ እንግዲህ ከሚለምኑበት አሳሳቢ ነገር አንዱ ምግብና የሚበላና የሚጠጣ ነገር ነውና የሚበሉ ነገሮችን በመስጠት ከነመና የዛን ቀን እንዲቆጠቡ ከነመና ማብቃቃት ነው ዋናው አላማ ከድሆችም ጋር ደስታቸውን እንዲጋሩም ጭምር ነው የሚፈልገው ሀብታሞችና ድሆች እኩል ሊሆኑ ይገባል በሁሉም ነገር ሳይሆን በመሰረታዊ ነገሮች በሚበላና በሚጠጣ ነገር ሌላው ደግሞ ጾመኛ ሲጾም መቼም የሰው ልጅነና ሁሉ ነገር ሙሉ አይሆንም ምናጎድላቸው ነገሮች አሉ ትርፍ ንግግሮች አንዳንድ ወንጀሎች አላስፈላጊ ድርጊቶችን ፈጽም ይሆናል የዛ መጠገኛ ማጽጃ ነው የሚሆነው እዚህ ነው አንዳንድ ዑለማዎች ዘካተ الفطر ኮ ይላሉ ልክ ሶላት ላይ አንድ ሰው ሲሳሳት ስጁድ ሳሁን በስጁድ ሳሁን እንደሚጠገነው ነው ይላሉ ዘካተ الفطر ለጾመኛ ሰው ስለዚህ እነዚህ ጉድለቶች ማሟያ ማበሻ ማካካሻ ነው የሚሆነው ነው ሌላው ሶስተኛው እንደ ህክማ የሚጠቀሰው እንደ ጥበብ የሚጠቀሰው ምንድነው አላህን عز وجل ማመስገን ነው የምስጋናችንን ይፋ ማድረግ ነው ይሄን ወር በሰላም አስጀምሮ በሰላም እንድናጠናቅቅ ስላደረን سبحانه وتعالى የቻልነውን መልካም ስራ በመስራታችን የተነሳ ሊመሰገን ይገባል እሱ ነው እና ያገራልን ነው ይሄን በተመለከተ ነው አቡ ዳውድ እና ابن ماجه በዘገቡት حديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يا الله ملكتني زكاة الفطر يجنققت قديت أدرقت طهرة للصائم صوميا لما صلاتنا وكمن من اللغو والرفث قالوا قالوا بالي نققر لذيهم دمو كسميت قايت يازو سميتنك نققروتنا درقيتوتشن فتصموك هنا كالنزيه لما صلاتنا وطعمة للمساكين المسكينوتشن لما قب جمرنا لنسو ما قب من ديهم جمرنا بلو بقلت أسكم طال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة صلاة كمسة قدوا بفيت يستاء تكباين نتيال لو زكاة هنا لل ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كصلاة بوهلا يسترمو عند ترام ان نيام صدقه يكوتر لتال انجي قديتاو عند توتا يكوترم بمالت ياستر الفال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طيب من اينت نغروتشن نو لنصدق يميجباو كتباله يا سو لجوش باغراچو قلب يميهون يميسفر نغر مهون علبت سفر هونو يمي عند قلبنت ميتتقمبت مهون علبت عند تمر تبلوال جابس سندي روز زبيب نايمس حصلت تبلال سو لجوج ميمغبوت بخاري ومسلم مزغبوت حديث لاي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من هلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر رمضان لاي زكاه الفطر من رمضان معناتنا صاع عندي ست ازوال تمر ويم جبس بلال ان من هلال زبوت على عبد الله بن عمر وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم جبس يزان غزي عند قلباتهم مغباتهم نبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه امام البخاري بزقبه حديث عندنا تناقر كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
أهل مقب نبر من ناوت أو عند صاعي هنا مقبيلا وكان طعامنا الشعير مقبات زنجزي قبس زبيب أقطنا تمر نبريلا سلزي يا كزي من الرد من دنو يا انس لا انس صابت كم يا قلق قل يا أهل عينات سفروا مستد هي أيوة يهن أي شفنا مكانتهم مسكينوت من ملكة تعالى يفلقوا انس صاوت تشاو من مقبو بس هون مسكينوت صوت تراسات تشاو يمي مقبوت نقرس لهنا طيب لبس منطاف هكا نايم ساسلوتن كما جبوتش قالوا نقروتشن بالناوت عسكتها بالا أي هونم مكناتهم صحابة وش بقلت الناس كمتوت نبي صلى الله عليه وسلم زمن النزي هلو يالو أهل النيم مجب النيم الردت شريعة وآلامنا مقصد جبوا من دون النيم لون يشريعة بالا بيت نوم ياكوت نبي عليه الصلاة والسلام ناتش إني عاد لنم يهلي هون يتلال يهلي هون يتلال بلن بقمة لنوصل من جلو تكك لن يجبوا من دونه يميلون شريعة بالا بيتنا والنام ياكوت نبيات صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين يالد مسكينوش نما ما جبنا يعني تارجتنا على ما جب قطة ثانية ما تانقرنا وما درج ما تشان يلبنا طيب مج كم طيب بريش نقرش مستثنى كلام بلنا طيب واقعون بيسات صند سونا يهنيو عيش فنم يا بزاني يوش على ماش قولنا حنا في يوش نتوسنا على ماش كن أي يوات تالي لالو قنت كلا يعني كم مرة جانس أرسلناي تنكروا أي هون ميملون واقع بواقع ليتمنا يكبا مكنياتهم لم جنة عندنا نبيات صلى الله عليه وسلم كازوس بتكارنمي نبيات عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ينيات زازي للبة درقتي فتسمسه بس ولا يتملاش يهون البتال بالوعن نبيات عليه الصلاة والسلام هي سلزي تكباين نتي اللوم عندنا ولتنيا بساعته عند تمن النت عند واقع عند قبيجيت متكم وبت عند سانتي متكم وبت وركنا برا نبرا بساعته نبي عليه الصلاة والسلام ودزال هيدوم بساعته باينور من البات اللي هو نشلال بلن تكال يقول هلو من قري يلا بنبي عليه الصلاة والسلام زمن هنا ما راجع لسته كشريعة وبالا بيت يبلت ألا سو ميازل لمسكين ميازل ما نبي لك الله أنك مرتين يبلت حسابي النازان أزان يوشكوهنن صدقة بلن تج أماري بر بنسطة عشو من شكرا له عندان دي برو أنستنياني ونشلالكو منسطة لأهل لمنا من ناوت أو لمقب من ناوت أو بر فتعم أنستنيانو بزيه لمن دنو لما شود من موكرو الله انفرتن صدقه بلن تمر لمسكينوچ بتوكك الكاسب صدقه مجالكو قال شريعه يمتاون قداره تتكمن بذا لمالف انفكر عندان سولك عندان غديتاوچن لا لموطات لبيت سبوچ لزمدوچي زكاه بسط سيلا يا اخي كزكاه بفيت بصدقه سيتشجروا اسكما ايت اسكما يطبق درس تغبي ادلم حقيقه مالت الله عز وجل مفرات ياسفل قال بذا اينت نغروش لا ولتنيا ليلو نغر دمو يا صحابة يا نبي صلى يا نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة وتندرجت بتأمنه ما يكررنا طيب وده أهل لكت بمما تعجز يانيا وصفر أمتى تنسنا متى إلا عيال يرز واقع إلا عيال يسندي واقع يدوكيت يتقيف يا مسألة واقع إلا عيال طيب يتنيان واقع تمنا النصر تلكون تنشون مككلن ياون يتون قامي ما درجة يتشان مهم ما استجارينا سلزي بأهلنا يتبالو بأهلنا يا بشريعة قدبن مهيرني مثلا من النجار يلمنا بليلا جزي بليلا نجر موطات أي جبان منه. بجنزب كونه دمو قلت هون شعيرة بقلت ميفت صم عبادة مهون يكرت بدبك هدو كيس لما مشقتنا ويم دمو باكونت ملوت ملاكنا ميهونه هي من متكم يلهم. نجر جن ميفت لجو بتجبارم درجة سوى كسي كباب برو متاعته يعيدوا سميت مفت أنا مش على اللبت. سلزي ب بمسافرون نجروا تشنو يميهونه. طيب انديتنا مسكت يا اللبت. متى من يأكلنا كتب له هو صاع النبي فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاع مبالو بمكة كلينيا قمت بالو سو الجندزي هدرجو عرات زجنه وهي عرات أفنجنه عند صاع مبالونا يعني وصاعنه مستو بكيلو درجة مسكمته عندني تلقت هنا ومالت ليش تجريش لان نجرجن عندنا العلماء تشنميلوت صاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع سنتين من ما كفلقه هو كيلو كأربع جرام يميزن نجر عمتته سندي عمت عنا كذا بهلا بزاي لك كيلان بزاي يسفر يمتع أصلا لكيتو صفر سلزي بسفر درجة تقريبا لاسما ملك قرب يميشل له اللوم ترو ملك عليه هون يميشل نجر هو لتر تأكل مسفر يميشل إقعة عزقاشتو بزا مسفرنو مان نيون مهل إيهي عند سودر شاي هنا المالت هلت لتر تكل
ሊይዝ የሚችል እቃ አምጥቶ በሌተር ደረጃ ማለት ነው አምጥቶ በዛ ላይ እህሎችን በዛ የለኩ መጠቀም ተገቢና ለጥንቃቄም በጣም ጥሩ አይነተኛው መንገድ ነው። طيب መቼ ነው መስጠት ያለበት ከተባለ ግዴታ የሚሆንበት ሰዓት فهو غروب شمس ليلة العيد نجا هون عيد نو طعاتون ليبال ماتا لك كمغرب بحالا كمشى بحالا نجا عيد ميبال كونه لك كمشى بحالا يزاريو كان صاحي كتالك ابو حالا نجا عيد ميبال كونه بما قستو مالتنو يزان قزي كزاق زي جمرو قديتا يهونا يزان قزي بهوات يال يزان ساعت مسلم يهونا ودسنا منا يقبا وكاكات اتا يملكة توال كزا ساعت جمرونا سلازي منهم بمسارات بمارك كزا ساعت بفيت كما تعرش او كان مغرب ساعت بفيت وده آخر آي هيدا وهم الله يطبق أن الناوة ده كفر يقبا أي ملكة أمات وهم صحيح كتقل لك أبوها لهندسو بيولد يوانه سألج أي ملكة أم يلالو بعض أهل العلم قديتا هونم نقرق نواطعته يتودد نو يمي هونو طيب اسك ساعته اسكمتشينو كتباله ميست بتن وقت بتملكته ሁለት አይነት وقت አለ ምርጥ የሚባል ወቅትና የሚፈቀድ ወቅት አለ ምርጥ ማለት በጣም ጥሩ የሚባለው ወቅት የትኛው ነው ከተባለ فهو صباح العيد قبل الصلاه كصلاه بفيت عيد طاعتونو مستت كصلاه بفيت باقر لا يتلمد ميسجدبت يا صلاه وقت አለ ከዛ ሰዓት በፊት መስጠቱ ነው በጣም ምርጥ የሚባለው البخاري بزجبوت حديث لا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من الى كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام يا فطر وكانه يا لوت يا زانو طاعتونو اندونه يا سايالنا بل الى حديثم امام مسلم لنا ليش بزجبوت حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يا الله ملكتني زكاه الفطر صوج كصلاه كموطاتاتهو بفيت اندست الزوالي ابن عيينه كعمر بن دينار عن عكرمه يتقصد نكر الا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ميلون انقص سيبرارو يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته كمسجد بفيت زكاته ياسقدمال مكنياتهم الله من الى قد افلح من تزكى زكاة يسطى ويمنفسون يطرارا ሁለቱን معنى يستناقدال برغطم لسكيت بكتوال وذكر اسم ربه فصلى قطته قطتها قطلو من بلو تكسى وذكر اسم ربه يجيتاون سماوسته فصلى يسجد ايه انقص ودياونو ما درغو زكاة الفطر نسطو كذا بحالا ودا صلاه مهدو مرط مهونون ياسايال يلالو سلازي ما قويتو طرونو يلالو صلاة العيد أزقيتو مسجدو بزي ساعات يتمرت أنو إلى العيد الفطر لاي سووش بدم ستو طولو ممتعتن ديشلو جائزي هونو متملكته كعيد كان عندكن ويم هلت كان بفيت كسوس كان بفيت موني اللبتن مالتنا عندكن ويم هلت كان سيكارو سلزي كهايا سمنتين يويم هايا سباتين يوم كان جمرو مستات يشلال هايا سباتين يوم كمشة جمرو مستات يتشلال بخاري بزقبت حديث لها عن نافع قال من على ابن عمر كان يعطي على الصغير والكبير لتنشم لتلكم زكاة الفطر يتنشم يتلكم درشة يستنبر حتى إن كان يعطي على بني ييلا لنم لجوش يستنبر وكان يعطيها الذين يقبلونها ميكبلوتن يستنبر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين عيد الفطر كان كمدرسه كان وهم كولت كان بفيت يسطن بركسوس كان بفيت مهني لبت عندك كان وهم ولت كان بفيت جمرو يسطن بر له اللومينا كصلاه العيد بها لما قيتو تجبي ايدلم تجبي ايدلم قال عذر قال له ان شاء الله تقبلينت ينوروال كانت ما عندندوش علماوت كانوا مولو يهونال يلالو نجر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نذكر قلصنا كصلاه بفيت كسته تقبلينت يالو زكاه يهونال ካቆየ ግን እንደማንኛውም ሰደቃ ይሆናል ያለ ዑዝር ኑሮት ግን በተለያዩ ምክንያቶች ለምሳሌ ወኪል ሰጥቶ ወኪሉ ሳይደርስ ቀርቶ ወይም ሳይገዛ ቀርቶ ወይም በሆነ ምክንያት መንገደኛ ሆኖ ያለ مثلا عيد الفطر ከደረሰና ሚሰጥለት ካጣ ሚነግረው ሁኔታ ከሌለ እንደዚህ ነው የመሳሰሉት ወይም ደግሞ عيد الفطر ገና መስሎት በድንገት ሳይዘጋጅ ተነግሮት ከሆነ ባስታወሰው ሰዓት ወይም ረስቶ ከሆነ ወይም ዘንግቶ ከሆነ باستاوسو ساعات مستات ينوربتال يهنيو عذر اللون وان نو ميفلقو من دنو لم يقباو سويم لتكباو وكيل
በሰዓቱ ቀድሞ መድረስ መቻል አለበት ነው ከሰላቱ በፊት ማለት ነው። ሌላው ለማን ነው መሰጠት ያለበት ከተባለ ሰውየው በአገሩ ያፈጠረበት አገር ላይ ያለው ምስኪኖች መስጠቱ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ከሱ ጋር የተያዘ ስለሆነ ነው። ከጾመኛው ጋር ከንብረቱ ጋር ሳይሆን ከጾመኛው ጋር የተያዘ በመሆኑ የተነሳ ላለበት አገር ቢሰጥ ላለው ተቸገሩ ሙስሊሞች ለደሃ ሙስሊሞች ነው የሚሰጠው። አንዳንዶቹ ዑለማዎች ዘካ ለሚመለከታቸው ሁሉ ብለዋል። ግን የተሻለው ለፍቃራ እና ለመሳኪን ነው። ለተቸገሩ የሚበሉት የሚጠጡት ሊያጡ ለሚችሉት መስጠቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። طيب ሌላው የሚሰጡትን በተመለከተ ለደሆች ይሰጣል። እዳ ያለባቸውና መክፈል ለማይችሉም ሊሰጥ ይችላል። ابن القيم رحمه الله قن يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق بتملكته زكاة الفطر بتملكته لسمنتو عكففلم نبر يلالو يهن ما نززهم صحابوچم كنسوها لمتتم انا درقوم بل احد القولين عندنا اندوم انيا مذهب كالوت اقواموچ اندنياو كمسكين وچ الى لمستت اي يجبام نو يميلوت يهنياوم ميزان يميدفع نغغر نو يلالو يتشالو للمساكين طعم للمساكين يميلو نص بمنور يتنسى للنسو مستطون يتشالو ليلوشتو بيسد تكلك لنيا عيد اللم عيد بالم برقت يتشالو انتتوالنو لبالي يميشلو. طيب لابزو مسكينوش مستطنا ميقبا ويس لاند بيتشا نو مستط يالبت يميلو متملكتا لاندم لسط يشلال لتلعيو مسكينوش بيسد تشقر يلوم. ምክንያቱም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ መጠኑ እንጂ የተናገሩት ስለሚሰጠው ሰው መጠን ብዛት አይደለም የነገሩን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ዘካተል ፍጥርን የሱን የቤተሰቡን የተለያዩ ሰዎችን እንደዚሁም ሰብስቦ በአንድ ቃ አድርጎ ለሆነ ሰው ቢሰጥ ችግር የለውም ነው። በዚህ አይነት መልኩ መስጠት ይኖርብናል። ሌላው ምናልባት አንዳንድ በጎ ሰሪ ድርጅቶች ይኖራሉ። ዘካተል ፍጥርን ሰብስበው ለሚመለከተው መሳኪን በትክክል የሚያከፋፍሉ ታማኞች እስከሆኑ ጊዜ ድረስ ቀድሞ ለነሱ መስጠት ይቻላል። ቀድሞ እንደ ወኪል ሆነው አስቀድሞም ቢሆን አንድ ሰው ሊሰጣቸው ይችላል። ኢድ ሁለት ቀን እና አንድ ቀን ቢቀረውም ባይቀረውም ቀድሞ እንደ ተወካይነት ቀድሞም ቢሰጥ ችግር የለውም። ነገር ግን ለምስኪኖቹ መድረስ ያለበት ኢድ አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ሲቀረው ጀምሮ ነው መሆን መቻል ያለበት። ከዛ በፊት መስጠት አይገባውም። ሰላትን ወቅቱ ሳይደርስ እንደ መስገድ ነው የሚቆጠረው። ቀድሞ ከዛ በፊት መስጠት አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን እነዚህንም የእሱን ድንጋጌዎች በአግባቡ ተረተን ተገንዝበን በአግባቡ የምንተገብር አላህ አድርገን። ሀዘ ወላሁ ተዓላ አዕላ ወአዕለም ወሰለ ላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድን ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም።